حضر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الطابور الملكي لتخرج طلبة أكاديمية سينت هيرست العسكرية الملكية في العاصمة البريطانية لندن. وكان من بين الخريجين حفيدة سموه الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة. وقد أقيم الحفل تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، وأنابت لحضوره دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة. كما حضر الحفل عدد من أفراد العائلة المالكة والمدعوين. ولدى وصول سموه إلى مقر الأكاديمية كان في استقبال سموه قائد أكاديمية سينت هيرست الذي رحب بسموه وبتشريفه الحفل. وبدأ العرض العسكري بدخول طابور طلاب الخريجين، ثم تم توزيع الجوائز على الطلبة. وخلال الحفل ألقت دولة رئيسة وزراء بريطانيا كلمة هنأت فيها الخريجين وأكدت أنهم مفخرة لأوطانهم لما قدموه من مثال للقيادة والانضباط. وأعربت عن اعتزازها بتخرج الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة من أكاديمية سينت هيرست باعتبارها أول فتاة بحرينية تتخرج من الكلية، متمنية لها كل التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية. وقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفيدة سموه بمناسبة تخرجها من أكاديمية سينت هيرست، منوها سموه بأكاديمية سينت هيرست العسكرية الملكية وما تقدمه من برامج تدريبية وأكاديمية متطورة جعلت من خريجيها مثالا في الانضباط والعطاء والقيادة. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما بذلته الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة من جهود ومثابرة أهلتها لهذا المستوى في أحد أعرق الكليات العسكرية بالعالم، متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح. Minister.
But among today's cohort is the first ever Bahraini woman to graduate, the granddaughter of Bahrain's Prime Minister, His Royal Highness Sheikh Khalifa, who is with us here today. And also a constituent of mine, who will be the first ever female officer to serve in the Royal Tank Regiment, a direct result of the decision to enable women to serve in the combat arms, something of which we should all be incredibly proud. The world into which you all now enter is also very different from that which confronted many of your predecessors. وأكد سموه أن الشيخة عائشة بنت راشد قدمت صورة حية لما تتمتع به المرأة البحرينية خاصة والخليجية والعربية عموما من روح العزم والإصرار والتحدي لبلوغ الأهداف في تحقيق أعلى المراتب والمستويات في مختلف مواقع العمل حتى تلك التي تتطلب جهدا ذهنيا وبدنيا عاليا، معربا سموه عن الاعتزاز بأن تكون الشيخة عائشة بنت راشد أول فتاة بحرينية تتخرج من هذه الأكاديمية العريقة، مما يبعث على الاعتزاز والفخر. وأشار سموه إلى أن أبناء المملكة هم دائما مصدر فخر واعتزاز وشغوفون بطلب العلم لخدمة مجتمعهم ورفعته وازدهار وطنهم. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة أدركت أن التقدم المنشود لا يتأتى إلا من خلال الاهتمام بالعلم والمعرفة والاستزادة منهما، لافتا سموه إلى أن تحقيق المكتسبات العلمية والتعليمية ضرورة لخلق وطن مزدهر تقوم نهضته بسواعد أبنائه وبناته المتسلحين بالعلم والمعرفة. وبهذه المناسبة رفعت الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة جل شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه من دعم وإسناد كريمين كان لهما أبلغ الأثر فيما تم إنجازه من نتائج طيبة ومشرفة في الأكاديمية. وأكدت أن تشريف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحفل تخريجها هو أعظم تتويج وتكريم لها. وشكرت إدارة أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية على ما بذلته من متابعة لسير التحصيل الأكاديمي والعسكري وتشجيعها المستمر لمنتسبي الكلية. وأكدت تطلعها نحو مواصلة مسيرتها التعليمية لأنها الوسيلة المثلى لكل من يريد الإعلاء من نهضة الوطن وازدهاره.